يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم زاد في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فقال من الأقوال والأعمال والتروك الظاهرة والباطنة. احنا قلنا لكم لا تزودون شيء، ما نبي لكم زيادة، بس اقتصروا على كلام السلف وكلام العلماء، لا تزودون شيء من عندكم. يا أخي ما تروك داخله في العبادة، إذا فعل فمعناه أنه ترك. نعم.